مهندس محمد علي الهادي، رئيس نادي تمن هند. نادي تمن هند الحقيقة يحتاج إلى بنية تحتية، سواء كانت في المجال، طبعا هو نادي تخصصي في الألعاب الجماعية والألعاب الفردية، يحتاج إلى وقفة من الجهات المسؤولة ودعم من ناحية البنية التحتية، حيث صالة سبها للألعاب الرياضية توقف العمل فيها علشان أن تمت الهيكل المعدني والتغليف، ولكن الجزء الأخير وهو الأرضية أناشد وزير الرياضة بإبرام عقد الأرضية، حيث محتاج إلى الجماهير إلى والأندية الرياضية إلى الممارسة الرياضة والاستعدادات في هذه القاعة. هذه قاعة تعتبر لكل الأندية لكل المنطقة. طبعا هي على القاعة على عقدين منفصلين. العقد الأول اللي هو الأساسيات الأرضية والهيكل المعدني والتغليف، بالإضافة إلى المرافق الأخرى. والعقد الثاني هو عملية الأرضية الخاصة بالصالة للعب. الحقيقة العقد الأول تم بالكامل، أنجز بالكامل ما عدا الإنارة. الإنارة يعني تحتاج إلى استكمالها.